حياكم الله. إذا ما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. طالبت اللجنة المالية النيابية الحكومة بالإسراع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، مبينة أن التأخير انعكس سلبا على أداء الوزارات. وقالت عضو اللجنة فيصل النائلي إن جداول الموازنة لعام 2024 تأخرت كثيرا، وكان الأجدى أن تصل إلى مجلس النواب بداية العام الحالي، لسيما وأن البنود ثابتة وباقية ولم تطرأ عليها أي مناقشة أو تغيير. ورأت أن التأخير يحسب على الحكومة وأن جميع الوزارات التي تعتمد التشغيل على الموازنة متوقفة. كما طالب النائلي الحكومة بإرسال كل جداول الموازنة مكتملة ومحسوبة بشكل دقيق، منعا لإعادتها إلى مجلس الوزراء وأخذها وقتا للتغيير والحذف والإضافة. وصفت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب الوضع الحالي في مدن كردستان العراق بالمشلول نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين الذي أدى إلى إضرابهم. وقالت رجب إن امتناع حكومة كردستان العراق عن صرف رواتب الموظفين رغم إرسالها من قبل حكومة بغداد هو تحد واضح وصريح لقرار المحكمة الاتحادية على حد تعبيرها. وأشارت إلى أن بدء الموظفين بالإضراب عن الدوام ينذر بعودة شلل الحياة بشكل تام، لسيما بعد مرور 47 يوما على توزيع آخر الراتب. أعلنت وزارة النفط الإيرانية شروعها باستخراج النفط من عدة حقول نفطية بينها حقل مشترك مع العراق بقيمة 13 مليار دولار. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي وقال إن هذه العقود تشمل تطوير حقل أزاديجان النفطي المشترك مع العراق والذي تخلت عنه شركة سينوبيك الصينية بعد العقوبات الأمريكية ضد إيران. أعلنت رئاسة المفوضية الأوروبية عن حزمة من الدعم المالي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في القاهرة. وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد وقعت مصر والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا لرفع مستوى العلاقات بينهما إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة. وتشعر الحكومة الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق من خطر عدم الاستقرار في مصر، حيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة من المصريين إلى الهجرة غير النظامية في السنوات القليلة الماضية. صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4% وسط توقعات بانخفاض الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أيار 3 سنتات لتصل إلى 85 دولارا و37 سنتا للبرميل الواحد. وارتفعت عقود نيسان لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 10 سنتات لتصل إلى 81 دولارا و14 سنتا للبرميل. وبحسب خبراء، فإن استهداف الطائرات المسيرة الأوكرانية لمصاف روسية إضافة لاستمرار الحرب في غزة وتهديد نتنياهو باجتياح رفح، كلها عوامل سيكون لها أثر كبير على أسعار النفط. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.